تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات هو إذن لبنة جديدة تضاف إلى هذا المسار، وهو إطار مؤسساتي جامع لكل المتدخلين في فعل التصدير من قطاعات وزارية، مؤسسات وهيئات وممثلي مختلف الغرف والجمعيات المهنية وجمعيات المصدرين في مختلف الشعب، تعكس تركيبة والمقاربة التشاركية التي تعتمدها السلطات العمومية في تسيير الشأن الاقتصادي والآفاق المستقبلية التي تطمح إليها بلادنا في مجال التصدير من خلال الولوج التام للأسواق الإفريقية والأسواق الأخرى التي توفر فرص نجاح للمنتجين والمنتوج الوطني من جهة، وتوفير وتطوير مساهمة اقتصاد المعرفة لا سيما من خلال المؤسسات الناشئة الجزائرية التي أظهرت قدرات عالية في مجال الابتكار والتنافسية.